تعالوا بقى نروح برضو لواحدة من القضايا والتحركات الدبلوماسية والسياسية اللي بتقوم بيها مصر الفترة الأخيرة. احنا بقالنا سنين طويلة جدا بنصرخ بصوت عالي وبنقول بصوت أعلى، مصر لازم ترجع تاني لعمقها الأفريقي، مصر لازم ترجع تاني تستعيد وتمسك بزمام المبادرة إفريقيا، مصر لازم ترجع تاني تاخد الريادة في أفريقيا. بقالنا سنين طويلة جدا الحقيقة بننادي بهذا الأمر. الفترة الأخيرة مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية في مصر، مسؤولية إدارة هذه الدولة، والتحركات مؤسسة الرئاسة والدولة المصرية عموما في عمق أفريقيا، الحقيقة غاية في الأهمية وتحتاج كمان لدراسة، لأن سرعة استعادة مكاننا في أفريقيا بالشكل المناسب لمصر في هذه المرحلة تستحق التحية للناس المسؤولين عن هذه الملفات في كل الأجهزة المصرية وعلى رأسها طبعا مؤسسة الرئاسة. الرئيس النهاردة بيقوم في جولة في 4 دول أفريقيا. اوعى تتخيل ان في دولة أفريقية أهم من التانية، اوعى تتخيل. كل هذا العمق الأفريقي اشتغلنا عليه من أيام عبد الناصر على حدة، من اللحظة اللي بدأنا نفرق فيها ما بين أصل دولة صغيرة دولة كبيرة ضاعت مننا أفريقيا. النهاردة التحركات الرئاسية الحقيقة ذكية جدا لأنها بتتحرك في كل المساحات، من جنوب أفريقيا للنهاردة في تنزانيا، وجولة بتضم 4 دول، تنزانيا وتشاد وأوغندا على ما أعتقد. فبالتالي حركة الرئيس النهاردة كانت مهمة. النهاردة الرئيس كان موجود في تنزانيا وقال كلمة في غاية الأهمية، اتكلم فيها عن استعداد الشعب المصري للنهضة الاقتصادية، واتكلم فيها عن شجاعة الشعب المصري في عبور المرحلة الصعبة، واتكلم فيها عن تطلعات مصر للمستقبل، واتكلم فيها كمان على أهمية الدور الأفريقي في التنمية وأهمية التنمية في الملف الأفريقي. والأهم من كل ده كمان كان واضح جدا من لغة خطاب سيادة الرئيس النهاردة أنه بيوصل رسالة لكل الموجودين في أفريقيا أن مصر مش ناسي خالص هذا الملف، أن مصر بتشتغل في هذا الملف لمصلحة القارة ككل. خلينا نفهم أكتر أبعاد هذه الزيارة والدول والجولة كلها هتمشي إزاي، والهدف منها من زميلنا الأستاذ محمد الجالي محرر شؤون الرئاسة في اليوم السابع. مساء الخير يا أستاذ محمد. مساء النور أستاذ محمد، ومساء النور على كل السادة المشاهدين. طيب جولة السيد الرئيس النهاردة بتضم 4 دول أفريقية، ممكن تشرح لنا يعني الجدول الزمني لهذه الزيارة وإيه اللي حصل النهاردة في مقابلة الرئيس مع الرئيس التنزاني؟ بشكل متفق تماما مع كلامك إن إحنا في عهد، يعني في أنظمة سابقة لم يعني مصر ابتعدت عن حضنها الأفريقي، وبالتالي ده عمل لنا مشاكل كتير. يمكن الزعيم جمال عبد الناصر الرئيس اشاد بيه النهارده وذكره في كلمته في المؤتمر الصحفي مع رئيس تنزاني، هو يعني وطد العلاقات اكثر بافريقيا، وبالتالي هناك شوارع ومدارس ومؤسسات كامله باسم الزعيم عبد الناصر. ويمكن مصر كانت لها الرياده في افريقيا باعتبارها بوابه الى افريقيا وكانت مسيطره، واحنا عارفين ان القاره الافريقيه عندها يعني هذا، يعني كل المسؤولين الافارقه اللي كانوا بيزوروا مصر او الرئيس كان بيتقيهم على هامش الجمعيه العامه للامم المتحده او في منتديات عالميه، كان عندهم هذا الشعور، يقول لك احنا عايزين مصر ترجع مره اخرى لريادات مصر، هي حمايه للامن القومي الافريقي كله. الجوله اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني، وهي جوله مكثفه بتشمل 4 دول هي تنزانيا ورواندا والجابون وتشاد، هناك دلاله سياسيه لهذه الاختيارات. احنا عندنا مصر بعد مناطق القرن الافريقي والجنوب الافريقي وغرب افريقيا، النهارده تنزانيا في شرق افريقيا، رواندا من دول حوض النيل، وتشاد والجابون من دول وسط افريقيا، مما يعزز مفهوم استعاده مهمه الدور المصري مره اخرى في القاره السمراء اللي عنها تسبب لنا في مشاكل وخلى دول اخرى ويعني لاعبه بقوه في هذه الدول وضد المصالح المصريه، نظرا طبعا لانشغالات مصر على كافه المستويات والامور اللي حدثت مع قبل ثوره يناير والمشهد السياسي اللي كان في مصر. اعتقد ان مصر يعني كانت في بؤره من الازمات، لكن بفضل القياده السياسيه الحاليه يعني تم حل جميع الامور. عندنا علاقات خارجيه في منتهى الروعه، العالم الذي كان يعني يناقض ثوره 30 يونيو العداء اليوم يعترف باراده الشعب المصري. تمام. الرئيس عبد الفتاح السيسي و يعني صوب رؤيته فيما يتعلق
صحيح، يمسك بتفق النقابة. تماما جدا معاك استاذ محمد الجالي محرر شؤون الرئاسه في اليوم السابع، اذا رئيس في جوله افريقيه مكثفه لاربع دول تنزانيا وتشاد والجابون ورواندا، وزي ما قال الاستاذ محمد الجالي احنا مصر بتتحرك في افريقيا دلوقتي في الزمن القصير ده خلال الفتره اللي تولى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤوليه علشان يرمم ما فسد فيه هذه العلاقة المهمة جدا، حالة الفتور والبرود اللي أصابت علاقاتنا بأفريقيا خلال فترة حكم الرئيس الأكبر حسني مبارك، ثم حالة التدهور اللي حصلت مع زمن حكم الإخوان، والمشهد المؤسف جدا اللي عمله مرسي وجماعته وقت الحديث عن أثيوبيا. أعتقد أنه ترميم كل هذه الشروخ بيتم على قدم وساق بسبب التحركات المكثفة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة أجهزة الدولة المصرية. وزي ما قلنا التحركات لما نيجي نبص عليها اللي هي مدروسة بعناية جدا، تحركات هدفها استرجاع الرياضة المصرية في المقام الأول، ثم تأمين حوض النيل، ثم القرن الأفريقي يعني بنتكلم على مدخل البحر الأحمر، ثم دلوقتي رايحين على تشاد اللي هي المنطقة الخاصة جدا علشان الحتة الملتهبة في المثلث بتاع تشاد وليبيا وجنوب السودان. فعموما مصر بتتحرك بشكل الحقيقة مدهش ومتقدم جدا وناجح جدا في كافة ملفاتها الخارجية، ومفيش أدل على كده ان احنا من 3 سنين بالظبط او تقريبا 3 سنين وقت 30 يونيو كان العالم كله بيشكك في هذا الوطن وبيشكك في هذه الثورة، الآن العالم كله هو اللي بيمد إيده علشان يتعاون مع مصر.